تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور تامر صلاح وكيل وزاره التموين بالاقصر. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك واسره البرنامج والساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه، ايه هي طبيعه الاستعدادات لاطلاق معارض اهلا رمضان؟ والله انا لازم نوضح نقطه، ان احنا في حاله استعداد دائم يمكن من شهر رمضان الماضي، مرورا بمبادره تخفيض الاسعار التي اقرها فخامه الرئيس، وحتى الان احنا بس بنعمل تجديدات للمعارض المقامه فعلا. يمكن كان في اجتماع يوم السبت الماضي مع معالي الدكتور علي مصالح وزير التموين، اللي وجه بعد اجتماعات كثيره مع الاتحاد العام للغرف التجاريه وجهاز حمايه المستهلك والشركه او الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، ان احنا نبدا في اطلاق وفتح ابواب المعارض اعتبارا من النهارده ان شاء الله، ولمده شهر او اكثر حسب الاحتياج للساده المواطنين. بالتالي احنا في المحافظه هنا تم عقد اجتماع مع سعاده المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والغرفه التجاريه وجهاز حمايه المستهلك وجميع الجهات المعنيه ومباحث التموين، وفعلا اقمنا عدد سبع معارض رئيسيه في جميع المدن، وكذلك هيكون في لنا خطه للسيارات المتنقله التي تجوب المناطق التي يقل فيها عدد المعارض او المنافس. طيب يا فندم، ابرز المواد الغذائيه اللي هيتم توفيرها في المعرض، نسب كمان التخفيض بلغت كام تقريبا؟ يمكن من ابرز السلع اللي هي هتكون متواجده، وهي متواجده فعلا دلوقتي، لان انا كنت امبارح في المعرض وبشوف الكميات والاتاحه بتاعتها قد ايه والكميات الموجوده في المعرض، يمكن من اهمها الارز والزيت والسكر والمكرونه والشاي والصلصه والبقوليات والبلح والمسلس النباتي، وهيكون في لحوم مجمده ودواجن مجمده بالاضافه للحوم الطازجه، هيكون باسعار تنخفض عن اسعار السوق حوالي 25 الى 30% عن مثلها في الاسواق الحره. طيب في المحافظه بشكل عام يا فندم، احنا عندنا كم معرض او كم شادر؟ احنا عندنا سبع معارض رئيسيه في كل مركز، يمكن الغرفه التجاريه بتشارك في ثلاث معارض في على مستوى المحافظه، انما باقي المعارض احنا اقمناها بالتنسيق مع السيد المحافظ ورؤساء مجالس المدن. سبع معارض رئيسيه بخلاف حوالي 20 او 30 شادر بيتم افتتاحهم تباعا في الفتره القادمه خلال الاسبوع القادم ان شاء الله، وتجهيز مع تجهيز فروع مشروع جمعيتي للاشتراك في المبادره وفي معارض اهلا رمضان. طب يا فندم، بالنسبه لاتاحه وكم المعروض في هذه المعارض، عايز اعرف من حضرتك، هل بيتم دراسه الكثافه السكانيه اللي متواجد حواليها هذه المعارض وبيتم ضخ المنتجات على اساسها، ولا ازاي بيتم توفير هذه المنتجات يا فندم؟ زي ما حضرتك قلتي بالظبط، احنا عندنا قاعدة بيانات كاملة ووافية ودقيقة ومحدثة بالتعداد السكاني في كل منطقة من مناطق المحافظة، وبالتالي احنا بنحدد الكميات بتتواجد في المعارض، وبيكون في تنبيه على الشركات والعارضين انه يكون في امداد يومي وعلى مدار الساعة لاستعاضة كل كمية بيتم بيعها أو توزيعها للسادة المواطنين، بحيث أن المعرض يكون كامل من السلع الغذائية الهامة الرئيسية اللي بيطلبها المواطن، وبيكون في كميات إضافية بتنزل كل يوم على المعرض والمعارض التانية الأخرى. بالإضافة طبعا أن احنا فرضين عليهم ان هم بيكون الاسعار معلنه ودائمه وعلى ده جميل جدا. طيب زي ما حضرتك قلت ان في تواصل بشكل مستمر مع العارضين، مع الشركات، مع المصانع اللي موجوده في معارض اهلا رمضان لمتابعه توافر كل السلع، هل في طرق اخرى للمراقبه للمتابعه لهذه المعارض عشان نتاكد بالفعل ان هم بيبيعوا بنفس التسعيره المتفق عليها بنسبه الخصم؟
ده هياخدنا لموضوع آخر، إن هو من فترة أو من شهر 1/24 في لجان على كافة المحافظات. اللجنة دي بتضم جميع الجهات المختصة، منها مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية ومندوب ممثل عن المحافظة، لدراسة وتكوين قاعدة بيانات كاملة عن كل الأنشطة والمخازن والمحلات التجارية اللي بتتعامل في السلع الغذائية، لتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر وتدوين الأسعار على المنتجات كلها وإرفاق الفواتير الدالة على ذلك. وبالتالي احنا عندنا إمكانية ان احنا عارفين المخازن فيها قد ايه كميات كبيرة من السلع، الأسعار ايه هي، وبيتم متابعتها وتكثيف الحملات الرقابية. ولازم أوضح ان في حاجة اسمها الرقابة الواعية على هذه الأسواق، علشان ما يحصلش تأييد للسوق أو أن السوق يكون منفتح أنه يكون فيه زيادة في الأسعار مبالغ بيها. ولذلك بنعرف الأسعار أو الحد الأقصى للسعر، وبيبدأ الحملات واللجان بتنزل على الأنشطة وتتأكد من نقاط العرض للمستهلك النهائي أنها ملتزمة بهذا السعر. طب يا فندم، في نفس السياق، في حالة مخالفة الشروط اللي وضعتها مديرية التموين، إيه اللي بيتم في هذه الحالة؟ ولو في أحد المواطنين لاحظ وجود مخالفة، يتوجه لمين؟ طبعا احنا عندنا حكاية ان المواطن، دي نقطة مهمة جدا، ان يكون لازم يكون في إيجابية للمواطن. المواطن اول ما يلاقي ان في مخالفة او حاسس ان هو في اسعار مبالغ بيها او جودة سلع او اي شيء من ده، ممكن يتواصل على طول على الرقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 او بوابة الشكاوى الحكومية 16528. طيب. بينما اتفضل يا فندم كمل. بينما ان احنا بيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه ضد المخالفين من التجار عن المخالفات، وخاصه حجب السلع او الامتناع عن البيع او البيع بازيد من الاسعار المعلنه او المدونه على العبوه، وبيتم مصادرة الكميات اللي بيتم ضبطها، يعني عقوبة بتكون رادعة جدا بالنسبة للمخالفين. شكرا جزيلا للدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لموضوع آخر. امبارح تم إعلان عن وصول رواية مقامرة على شرف الليدي متسي إلى قائمة قصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2024، عشان تكلل جهد سنوات من البحث والكتابة لمؤلفها الروائي أحمد مرسي.